ازيكم حبايبي، عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل صوص الكراميل. المكونات سهله خالص وطريقه سهله. اول حاجه هنجيب طاسه ونحطها على النار ونضيف لها السكر، بس ما نقلبش السكر في الوقت دوت، نستنى كده بيجي يعني وقت ما نيجي نقلب بيبدا السكر يكرمل كده من الحرف. الوقت ده بس اللي نقدر نقلب فيه اهو، لو تاخدوا بالكم ان هو الحرف بتاعه بني. نبدأ نقلب في الوقت ده بس، ونبدأ نقلب نحرك فيه كده على النار لحد ما يدوب معانا خالص. اهو ده معانا. نبدأ نضيف الكريمة، وخلي بالكم اهو بدأ يفور. وقت ما بنعمل صوص الكراميل نكون محضرين بولة فيها مية وتلج، يعني لا قدر الله لو حد اتلسع من الصوص، عشان بينطور حاجات كده منه وبيفور، فنحط ايدينا على طول في البولة دي. هنبدأ بقى في المرحلة دي نضيف الزبدة والفانيليا. الصوص ده ممكن نحطه على الكيك او السينابون او اي حاجة احنا بنحب نضيف عليها. انا ضفت اهو الزبدة والفانيليا، هفضل اقلب فيه عشان لو فيه تكتل ولا حاجة ادوبه. عادي جدا لو تكتل معانا، ولو حاسين ان انتوا التكتل ده مش عارفين يعني تتصرفوا فيها تمصوا وصفوا. بس طبعا لما يهدى شوية بيتقل صوص الكراميل، بعد شوية بيبقى مثلا وهو على النار خفيف، ولما يجي يبرد بعد كده بيبقى سميك. فانتي اللي هتتحكمي في السمك بتاعه اللي انتي عايزاه. وخلاص هنا حطيناه في البولة، جربوا يا رب يعجبكم، ولا هنا والشفا.